ياخد الطول ياخد معايا في البونور اكل اونور شكون معايا تراموس ميل كانابيس دي سون ميم توسي مش غلطي فرا الحركة تجيب لك بيس كيس سنسيرو مكسيك الكيرو لا بامبينو في دينيرو ماما تكيرو تشوما غسيرو بوندوليرو ريو جانيرو ندرو كنكو ديكسي اللي في كيرو تارتور مصور مرادري وكيكيلو فيدرو كان بور ارمانو بين غابون غابون سيس حيبو بكيري السلام عليكم كما العادة معكم أيمن حراش فيديو جديد عاوتاني الفيديو ديال اليوم غيكون سبيسيال معنا التراسر جد 900 غنهربو شوية عاوتاني من السكوترات ومن الكسيرات دور والفران نورمال غندوزو لومبرياج وغنشوفو الموطور وغنتمتعو شوية في صويت في كلشي إن شاء الله وكنغبر عليكم شوية ديامات كما كتشوفو راه كلها تخواشو ولا دوجو كتلقاو فيديو جديد والحمد لله واخا الظروف يعني ما معاوناش 100% هيا راه كنبغيكم كاملين راه حنا راه عائلة حنا تيم وحدة وغدا وكتكبر ومبروك علينا عسراكا وحنا غادي نفوتوها ان شاء الله وغنوصلو حتى ل 100 بإذن الله هذا ما كان ونمشيو كما العادة راه الهضرة ما كايناش بزاف دابا الفرق الدراري شكون نقول لكم راه علاش كلشي كيبغي التيمور صراتكم واحد البلان هو شي فهاد لومبوتياج راه غتكون موطور غتكون باي موطور غتحنط غتكون راكب على تيمور على اي صاج على اي حاجه كثيره الدور ما كتحنطش حيت ما فيهاش كراطي يدوز هادي فهمتي ما كتبقاش داك البروبليم شو هذا وصلت علينا الملجأ الوحيد هادي زردة سانك سانك هادي زردة سانك سانك مالك عليها سيف سيف انا ب 74 اللي قال شي حاجه الشانطي اللهم بارك الدراري كل شيء يخدم هذا الرادار هذا الدراري هذا الرادار راه مقول لي بشلا ناس خدمو مع هذا الرادار وخاصنا كالماتريكي القانوني اما اللي عندنا حنا ما قانونيش اللهم بارك وزد في ذلك دراري والله الا من احسن نوم في هاد البيريود من احسن جي تي اف اللي صبت كاينه الجي تي اف هاد باش تكونوا واضحين الدراري راه واحد اللعيبه واحد النقطه راه ماشي اي واحد راكب على موطور راه موطور كاين موطور وكاين سميش موطور موت تنموت هادي ما كدير نوضح من الصحاب كنضربو الشيفتر هو السحاب والشيفتر كيزيد في السرعة الخوف ما كاينش والرجلة كاينة
خصهم كونطرا ولا الدراري ماهوش كافريش. ولكن المولى اصلا دري صاحبي يعني بحال خويا دري هو تراو كاين مع اللي في موطور ومش خايف هو شويه كيش ديرو بيه حنا الفسادة. مشاش للجامع وهاد الساعة اللي غادي يدوز هي أكفس ساعة في حياته. دابا المشكلة الدراري أنا عرفتش ما يبقاو تابعين أنا هما المهم جيت نقصر في السهام ضاحكين داكشي كيما العادة بانت لي من بعيد بلا راه ما دايزهاش ما غنتحكوش مع مول إبراهيم راه دوبل في الماروك الدراري كاين الفلوس صافي وقفت عرفتي ديك واقف ما فهمتش والو تي كتسمع ديك با بس طاوني زادو مشاو بحال ما كاين والو تنموت هادي ما كدير أنا وضح من صاحبي مالك أسهل هاو خريستيان اكسافة توتين هاو خريستيان هلا رويخ مطرع النوال وولي العقا هذا ومع هذا راه خاطرك تشدو أسحبي أنا كاريش عليك أنت وحق قرب مشيش بيدي ضربني واحد موطور ونثروه من اللور كنشوفو موطور هات شوف ضربني وخليته مشى قلت له سير بحالك انا ما طرا ليا والو هو انه تبعني انا في طريقي وبقى غادي معاك سيليري هادشي علاش كنقول الدراري راه ماشي اي واحد ماشي بقى هذا صاد في السهام راه كلشي غيسوق في السهام ولا والله حتى صعيبه وما جاتش بالموطور كبير ولا صغير ولا مهرس الاخر في روج وهربان ما بلانش ماك ناعس هسه تضحك هسه النغمة اسمع اسمع استكشف اش كاين شد كمانجا ليش غتهضر معايا غتسدو استغفر الله العظيم اصاحبي على شي سوقان كيديرو بشي ناس اصاحبي اسمحي لينا خالتي مشتكش من تجي الاول
لك الصحف. مشيت ورجعت انا بتي غادي مشيت. غادي ديما غادي يدير الحصيه، وراه جيب شويه والله تجيب شويه، راكم يجيب شويه ما نوقفش. شوف سبحان الله صاحبي، راه هادشي علاش كنقول لكم احترموا القانون. كنت جاي دابا بالجهاد، راه مشى هق مشى ضربته، وغنكون انا فوتيف وانت هو فوتيف، ولكن بنادم ديما حكى لا انتم صاحب مطر كبار كتكسيري وهادي. كاينه شي حاجه في عراك والله ما كاينه، كاين بنادم بزاف اللي كيغضب باش اصحاب المواطن كبار. هادي ناقف كتما انا فين ما عارفينش، المهم كان فلوقي جمال الاولين اخو كما حنا كنتلاقاو مع ولاد الناس كيعطيونا طريق، حنا كنعطيو طريق لولاد الناس وبخير وكاملين ان شاء الله. صراحه انا يعني كنعرف غير الدراري 10، انا ما كنعرفش لي موطار يعني الدراري اللي كيف لوغي والعيبات، ولكن صراحه باش كتشوف بحال العيبات كيفرحوا كتلقى لي موطار فهمتي بحالك حتى هما كيموتيفيو الشباب كيبدلوا فكره على بلي راه ماشي يعني الجينيراسيو كاملة ديال لي موطار. ما عرفتش اش احسن حاجة هي هاد اللقطة هادي كدوز عند شي واحد يعني اي موطور كيما كان كيدير لك صالي موطار كيدير لي صالي موطار. خليني مدوك تحب تبع عصايص حق قاعد الموطور تشينو ما غنديرش ليه، ما كنحملكمش انا نحسكم هذوك النوع. رشي لك شي دير لي ابوني وانت من ديك هاد اللقطة هنا الدراري حبيتها. على وين ما ندري رايحين فين ما ندري. الله يسامح الله يسامح. تبارك الله من الحوايج اللي خاصك تقولهم.
دخل نضرب شي لفه في المدينه الدراري ولكن ما كنعرفش الطريق. غير بنت حنو ديرو فيد الله. غندخل غنتلف وما كنعرفش شي واحد في المدينه كيكونوا ديجا البوليس اللهم كيدير لها كونفيرساس. دراري فيو ما يمكنش، فيو ما يمكنش. تورات الدراري تورات ديال مريكا وين الناس كتقول لها السلام كتقول لك نومو الدراري يلا تسمع هذا مطاري مطاري يلا تسمع هذا مطاري كاتب مطاري والشكر لله دائما وابدا. ديما والله نصيحه حمد الله على الخيبه والزوينه حتى تقدر ديك الخيبه اللي بالنسبه لك انت خيبه راه بالنسبه لواحد اخر راه فيه زوينه الحياه. الله يسهل عليكم كاملين على الجميع والله يجعل ربي يحقق لكم كاع الامنيات اللي كتمناو ان شاء الله. ولما كيصليوش يبدا الصلاه وان شاء الله راه فيها الخير الدراري والله. راه ما يدير سيدي ربي غير الخير والحاجه زوين. انسان ماضي
الله يبارك الدراري والله الا الله يبارك. شوفي وين كنت هلا صاحبي راه من الموطور واي حاجه باش يغركم بلادهم حتى شو خاول بوخ هذا الموطور بهذا الثمن وهذا الثمن كيفاش النظره صاحبي راك تي تخدي حتى موطور ب 11 واحد خادو بتسعود صاحبي حط مع ليطه ديال الموطور صاحبي حط ليطه ديال الموطور مع ليطه ديال الموطور كتلقى فرق شاسع صاحبي غتلقى داكشي اللي كيخسروا على داك الموطور يمشي كل فاش خاد تشاوج حاجه نقيه واش غركم هادشي صاحبي ديما الدراري كاسك ديالك فهمتي كون قانوني كلشي راه الدراري راهنا كنشوفو بزاف ديال الافات شو هاد المنطاق سدو معاه وانا كنشوفو الدراري بزاف ديال الافات اصاحبي راه خوتنا الدراري راه بزاف ديال خوتنا مشاو وبزاف ديال خوتنا كان عندهم بزاف ميدرو في الحياة ولو في اعاقة والحمد لله بقى حافظك سيدي ربي اصاحبي كون اصاحبي بروتيجي كون كدير كل شيء اصاحبي الصحة اصاحبي الا مشات راه مشا مولاها والله اصاحبي راه مشات لك صحيحتك والله راه واخا ما شنو يجيبوا لك اصاحبي علاش تركب ما غير والو ما غير خلينا داك الشيء حيت القديم ما كتشوف ما بقاتش الوقاية خير من العلاج سمحوا لي الا كثرت عليكم الهضره والله انا كنصح اي واحد كيعرفني ما كيعرفنيش كنبغي نشوف الدراري كلشي بخير فاش كتدخل لشي غروب ديال الماطر وداكشي وكتشوف واحد بحالك في نفس الدومين دريجون حتى هو باقي صغير ولا كاع اجي كبير وكتسمع بلي دارك سيده وها شنو طرا ولا مات الله يرحمه وما دارش الكاسك وداكشي ما كيعجبكش الحال اصاحبي اوتوماتيكمون والله ما كيعجبك الحال كتكره شي حاجه سميتها الماطر اللهم نعيش قانوني ونكون قانوني وديك الساعه على مكتبه شي حاجه مع سيد ربي راه مرحبا الف مرحبا بها عندك الساعه كيبقى القضاء قدر قضاء وقدر داكشي ما غتقدرش تحبس واحد الحاجه بشي حاجه اخرى اذا كانت مكتبه شي حاجه راه ما غتلقى واخا مع شنو غدير ما غتلقى على حتى شي حاجه اخرى من غير بالحسنات والخير اللي كدير تقدر أرضة الوالدين تقدر تقل من شي حاجة اللي كتقول انت امبوسيبل تقل منها احنا في عين دياب الدراري يقدر يكون وقع هذا هو اطول فلوق غير تحط في العشرين ومن احسن الفلوقات نجمع ما بين كل شيء ما بين الزحام والبلبالة والاحترام والهضرة اي حاجة زوينة غنبغى لكم والله خوت وان شاء الله غنبقاو خوت وغنكونو كاع لي موطار ايد وحده ما كاين بيناتنا لا عداوه لا شي حاجه لا حسابات لا هذا الدا هذا لا الدا هادي هادي انا الدراري غيتسالوا في الفلوق ديالنا ونتلاقاو في الفلوق الجاي ونلقاكم بصحه وعافيه ومن دابا الله يدخل عليكم رمضان مبارك الدراري والله يدخل عليكم بالصحه والعافيه رمضان مبارك ليكم ولوليداتكم ولعائلتكم والله يخلي لكم الوالدين ديالكم تما تشوفوهم ان شاء الله واللي ماتوا الله يرحمهم وكنبغيكم كاملين ونتلاقاو في فلوق اخر ان شاء الله